هنا القصد بقى الجنائي بيتحقق في جانب صاحب الحاجة أو راشي اللي هو بيدفع. بتتحقق القصد الجنائي عشان نبقى عارفين بس إيه القصد الجنائي، هي النية، هو نيته إيه أو قصده إيه. القصد الجنائي بيتحقق في جانب الراشي لما عارف صفة الراجل اللي هيديله الفلوس، وإنه هو المختص بأداء العمل أو بالامتناع عن العمل أو بالإخلال بواجبات الوظيفة، وإن المبلغ اللي هو هيدفعه ده مقابل إن الموظف هيعبث بمقتضيات وظيفته. هو هنا الـ 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 القصد الجنائي بيتحقق وبيتوافر في جانب الراشي بخصوص هذا الأمر. طيب بالنسبة للقصد الجنائي بيتحقق في جانب المرتشي إمتى؟ هو بيتوافر القصد بمجرد علم المرتشي هنا عند طلب أو قبوله العطية أو الوعد أو أخذه لمبلغ الرشوة هي مقابل أن يؤدي عمل أو يمتنع عن عمل أو يخل بواجب من واجبات وظيفته. هنا بينعقد القصد الجنائي في حقه بارتكاب جريمة الرشوة. بالنسبة لإثبات القصد الجنائي بالنسبة للراشي وبالنسبة للمرتشي وبالنسبة للوسيط، كيف يثبت؟ بيثبت القصد الجنائي في حقه من كافة الظروف والملابسات المحيطة بوقائع الرشوة، يعني القاضي وللقاضي وحده حق استخلاص هذه الوقائع من كافة الظروف والملابسات من ظروف الدعوة، هو اللي بيثبتها دي، لكن لا تثبت بأي أمور تانية من كافة ظروف الدعوة، يعني منها الاعتراف اللي بيقوله الراشي والوسيط، ودي احنا هنقولها في الآخر إن شاء الله. طيب هنا في حالة انتفاء الاتفاق ما بين، يعني إذا تحقق الاتفاق ما بين صاحب الحاجة وما بين المرتشي، أو ما بين صاحب الحاجة والوسيط وما بين المرتشي، بيحكموا المادة 103 و104 و105 ده بالنسبة للاتفاق. هنا حضراتكم إذا توفر الاتفاق بين الموظف وبين صاحب المصلحة على قيام الموظف بأداء عمل من أعمال وظيفته مقابل وعد أو عطية أو رشوة أو الامتناع عن أداء هذا العمل أو الإخلال بواجبات وظيفته، انعقدت الجريمة وانطبق المادة 104 من قانون العقوبات، أدي واحد. طيب في حالة من الحالات، ودي كانت معروضة برضو علينا أكتر من مرة، إن الموظف بيبقى عارف إن الشغلة دي بتاعت واحد تقيل، يعني من رجال الأعمال التقال، يروح مخلصها له، يعني زي الضرائب يروح مخلص له المسألة ويؤدي له ويطلع له كل الحاجة والإجراءات وخالص، لا رجل الأعمال اتصل بيه ولا اتفق معاه ولا كان هناك اتفاق سابق على هذا الأمر، وبعد ما خلص الحاجة راح رايح لصاحب المصلحة وقال له أنا عملت لك 1 2 3 وأديت لك العمل فتديني المكافأة. هنا الشراح قالوا بتنعقد جريمة طلب الرشوة، بتنعقد جريمة طلب الرشوة في حق الموظف المرتشي، وهنا إما يقبل الراشي أو يبلغ الراشي عن الجريمة. فلو ما بلغش وقبل، الاثنين بتنعقد لهم الجريمة وبينعقد لهم الحكم، وبتثبت الجريمة. لو رفض وبلغ هنا
يبقى الجريمة جريمة طلب رشوة، وديت بتنعقد الجريمة دي بالمادة 105 من قانون العقوبات.